حقيقة يوم الجمعة بيبقى ليه طقوس وشعائر دينية خاصة بيه كده، فبنحب دايما في مصر الجميلة يكون في فقرة دينية يوم الجمعة بالذات. ومن المفيد جدا ان احنا نتكلم على تطوير الخطاب الديني. ليه؟ ده اللي هنعرفه بقى مع ضيفي الكريم، وازاي نطوره وايه اليات التطوير دوت، وهيعود علينا بايه لما بنطور هذا الخطاب الديني، وهل فعلا بيفيد المجتمع، هيفيد الشباب، هيفيد الاطفال من الصغيرين من اول ما يبتدوا في الحضانات والمدارس، نحن نطور الفكر دوت، نعلمهم، نبعدهم عن التعصب، نبعدهم عن التشدد، نبعدهم عن الارهاب، عن التطرف، عن زي ما انت عايز تقول قول. فخلينا نتكلم مع ضيفنا الكريم الشيخ محسن ابو النيل، دكتور من علماء الازهر. اهلا بيك يا دكتور. منور حضرتك يا فندم. الحقيقه الموضوع كبير. تطوير الخطاب الديني نبتدي منين؟ يعني نخش من اي منطقه تحب نبتدي منين؟ والله نعرف ونفهمه لبعض الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على كعبه العلم وعرش المحامد سيدنا محمد النبي الامي، وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اولا كلمه الخطاب، هناك خطاب ديني، هناك خطاب اجتماعي، هناك خطاب اقتصادي، فكلمه الخطاب الديني مشتمل هذا الخطاب على نشر الدين الاسلامي بمكارم اخلاقه وقيمه ومبادئه ووسطيه الاسلام واعتداله. يبقى كلمة الخطاب الديني يشمل العقيدة ويشمل المعاملات ويشمل العبادات ويشمل كل مناحي الحياة. ولكن كلمة تجديد للخطاب الديني، بعض الناس بيخاف جدا حينما يسمع كلمة تجديد للخطاب الديني، يقول لك أصل هنغير الأصول والثوابت. هذا كلام خاطئ. أكيد طبعا خاطئ، لأن كلمة تجديد للخطاب الديني هي تغيير المفاهيم والمضامين التي طرأت على العقول. هناك عقول غسلت بماء مكدر وفهموا الدين خطأ. نيجي نقول لهم أنتم تحتاجون إلى تغيير هذه المفاهيم والمضامين، ولن نمس الثوابت والأصول الدينية. يعني مش هنيجي على صلاة العصر مثلا بتتصلى أربعة ونقول ما نصليها ثلاثة. صحيح. مش هو ده تجديد الخطاب الديني. ولازم الناس تاخد بالها يعني إيه تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني بعض الأفكار المغلوطة. بعض الناس يقول لك أصل أنت كافر لأنك لم تحكم بما أنزل الله. هذا كلام خاطئ يا سيدي، وراجع كلام سيدنا الإمام ابن عباس حينما قال ليس هذا الكفر الذي تقولون عليه وإنما هو كفر دون كفر. يعني كلامهم ردوا سيدنا الإمام ابن عباس. أيضا هناك بعض الجماعات التكفيرية والإرهابية حينما تستند لنصوص للقرآن الكريم ويأولوا النص على أهوائهم، وإذ بهم يقتلون ويدمرون ويخربون ويكفرون ودمر العالم بسبب أفكارهم المغلوطة. نيجي نقول لهم لا، هذا الفكر مغلوط وعليكم أن تراجعوا أنفسكم ونقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أسوة في هذا الكلام. ذو الحويصلة دخل على رسول الله وهو يقسم الغنائم فقال له اعدل يا محمد، القسمة دي مش عادل ولازم تعدل. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول له ويحك يا رجل، فمن يعدل إذ لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر هم أن يقاتل، ده فكر مغلوط طبعا، ده تطاول على سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي بيّن لنا أن هذا الفكر سيوجد في كل زمان ومكان ولا بد من مراجعته. نعدل لهم الأفكار ونوضح لهم الدين، صحيح الدين ووسطية الإسلام واعتداله. فإذ به يقول دعه يا عمر فإن له أصحاب يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، وفي رواية لا يبلغ تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا في هذا الحديث أن هناك قوم من بني جلدتنا هيقرأوا القرآن وهيصلوا وهيصوموا غير أن أفكارهم مغلوطة. صحيح. فيجب علينا أن نصحح لهم هذه الأفكار المغلوطة. دعه يا عمر فإن له أصحاب يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. بيقرأوا القرآن وللأسف لم يغير فيهم، بل هم فهموا القرآن على
هواهم واتبعوا هواهم أفرأيت من اتبع إلهه هواه وأضله الله على علم. وهؤلاء القرآن الكريم بين لنا هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا. من هم يا رب؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللي غسلت عقله أو غسلت عقولهم بماء مكبة ويحملون السلاح مفكر نفسه أنه هو أفضل الناس وأنه مجاهد في سبيل الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكر مغلوط صحيح. يجب أن نصححه وأن نبينه. نيجي نقول أنت بدأ رسالة تجديد الخطاب الدين لما كسرت هذه الأفكار المغلوطة. الآن الدول العربية تموت بالاضطرابات من حولها من بعض الجماعات التكفيرية وبعض الجماعات اللي نسبت إلى الإسلام ودعوا أنهم من أهل الدين ومن أهل الصلاة. فبداية تكلمنا عن تجديد الخطاب الديني ومراجعة هذه الأفكار المغلوطة. صحيح. طيب عايز أعرف الفترة اللي فاتت أو بعض هذه الجماعات يعني ذهبوا إلى الشكل أكثر من المضمون، بمعنى أن اللي يهتموا قوي بالكلام عن اللحية، عن الملابس اللي تكون قصيرة، مش يعني حاجات معينة كده في الملابس سواء للرجل أو المرأة أكثر من المضمون نفسه. ما ركزوش على المضمون أن هم يعني لو نتكلم دينين يعني الإسلام مش محتاج أن احنا نتكلم يعني ما دين السماحة، دين الحب، دين كل المفردات الجميلة في اللغة العربية ممكن تحطها تحت كلمة الإسلام. فهذا الاهتمام كان ليه طبعا فكر معين يعني، ولا شايف الموضوع مش إزاي؟ هو الإسلام ليس دين مظهر فقط، أي نعم إن الله جميل يحب الجمال أهتم بمنظري الخارجي، ولكن هم بيهتموا بالمظهر اللي هم عايزينه. يعني صلاتي أنا أحسن من صلاتك، ثيابي أنا أحسن من ثيابك، لا أصلا أنا لابس على السنة وأنت لابس على الباطل. وكلام خطأ، يجب عليهم أن يصححوا هذه المفاهيم والمضامين. سيدي الفاضل، رب العالمين يحتاج منا قلوب طاهرة نقية. ما تكلمنيش عن الدين وانت اصلا ما بتعملش بالدين حاجة، فلا تحدثني عن الاسلام ودعني ارى الاسلام في جوهري وفي معاملتك مع الناس، مع المسلم وغير المسلم. للأسف نفتقد من هذه الجماعات التكفيرية اللي هو بنسميه معاملة غير المسلم، يتعاملوا معهم بكل قسوة وكأن النبي جاء بهذه الرسالة. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء برسالة أمن وأمان. ولما نيجي نقول تجديد الخطاب الديني ده مش للمسلم، ده للمسلم ولغير المسلم. ولغير المسلم. طب إيه دليلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة للمسلم ورحمة للكافر، وليأخذوا هؤلاء من سيدنا إبراهيم عليه السلام العبرة والعظة. فقد سأل إبراهيم ربه أن يرزق البلد الذي يعيش فيه فقط دون أمة الكفر وغير المسلمين، لأن احنا كلنا مسلمين لله رب العالمين. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فقال رب اجعل هذا البلد آمنا. سيدنا إبراهيم يقول إيه؟ رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. سيدنا إبراهيم حجب الدعوة هنا عن الكفار. يقوم رب العالمين كريم حليم، مش هو اللي خلق الكافر طبعا، وهو اللي خلق المسلم، يعني هيخلق الكافر مش هرزقه. قال ومن كفر، يعني يا إبراهيم الدعوة هكذا ومن كفر. ويجي بعض الجماعات اللي هم غسلت عقولهم زي ما احنا قلنا بماء مكبة، يقول لك ما تدعيش للكافر، أصل ما ينفعش تدعيله. يا سيدي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه دليل واحد صحيح أن لا ندعي لغير المسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي لهم بالهداية ويدعي لهم بالتوفيق في دخول الإسلام. فتيجي أنت تشدد علي وتقول لي، أقول لك لا ده غلط. نتعامل مع المسلم وغير المسلم سواء في حق الوطن. صحيح. طيب خلينا نروح لتجديد الخطاب الديني من الأزهر بقى، يعني عايزين نبتدي من تحت خالص، نبتدي من الأطفال في الحضانة والمدرسة الابتدائي، ونبتدي من الدراسة من هنا، ولا نبتدي منين؟ هو حضرتك بقى بتتكلم على آليات تجديد الخطاب الديني. آليات تجديد الخطاب الديني دي ليست مسؤولية الداعية وحده، هي مسؤولية الجميع. يعني تطوير المناهج
وشيل المغلوطات منها، ده شيء عظيم جدا ولابد منه، لان بعض الاولاد بيفهموا مفهوم الجهاد خطا ويقول ان الجهاد ده خلاص يعني مكتوب علينا جميعا ويفهم المفاهيم. احنا نفهمه بقى نقول لا، الجهاد ده فرض كفايه والحق انه الحق في ذلك هو اللي يقول مش احنا. نفهمه المعامله مع الجار، المعامله مع المسلم، المعامله مع غير المسلم. نفهمه ان الحياه كلها مش عباده فقط ابدا، ده معامله. يعني دين المعامله، مش هخش المسجد. حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، المعامله مع الجار. صحيح. هو حد يعرف جاره دلوقتي؟ يعني حضرتك ساكن في العماره 11 دور، تعرف جارك اللي جنبك بس، بتعرف على الناس تانية بتشوفهم، تقول سلام عليكم وخلاص. من المفروض للاسف يعني نتعاون على البر والتقوى، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بالجار، والقران الكريم كذلك، يعني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصى والقران الكريم وصى، وده من باب التعاون على البر والتقوى، ان انا اشوفه واشاركه في الافراح والاحزان، وده مسؤوليه المدرس في المدرسه. والاهل في البيت، والأهل والاب في البيت. والام في صحيح. المنزل مهم جدا. تاكد يا سيدي ان الابن يخرج كما علمه ابوه. اكيد كما علمه ابوه، يعني خلاص باباه لو علمه على الصدق هيطلع صادق، باباه لو علمه على الكذب هيطلع كاذب. ومسؤوليه الاب ايضا ان هو اول ما يشوف ابنه ينحرف سلوكيا يوجهه، صحيح، وينحرف دينيا يوجهه. طبعا ويشوفه بقى بيصاحب مين من الجماعات الاسلاميه، ده فجاه انقلب على عاتقه وفجاه بقى يحرم ويحلل. وعايز اقول لك على حاجه، الفقهاء القدامى كانوا دائما يخافون من كلمه الاباحه، فكانوا دائما يدعوا للحظر. ليه؟ كانوا يخافون ان يقعوا في فعل لم يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض اللي بيقراوا الكتب يقول لك اصل حرام حرام حرام، مع ان مسايره الحدث ومسايره هذه المساله للحدث لا يتناغم مع زماننا ولا مع مكاننا. يعني مثلا الفقهاء القدامى قالوا لا يجوز ابدا شق بطن الام وهي ميته لوجود الجنين في بطنها، ويجوز شق بطن الام لو وجد في بطنها مال ذهب وهكذا. فبالله عليك انا يعني هسال سؤال بسيط، ايهما اولى، حياه الجنين ام المال؟ الجنين. طيب قديما كانوا لا يستطيعون ان يتيقنوا من حياه الجنين، الان عادوا بيعملوا العمليه، تكنولوجي فظيع، حتى في بطن الام بيعملوا عمليه للجنين. فلما نيجي نحضر واسع رحمة ربنا سبحانه وتعالى ونقول لا نمشي على آراء الفقهاء، يبقى احنا لا نتناغم مع عصرنا وزماننا وقطرنا. فيجي الطالب من دول يقرأ الكتاب يقول لك اهو الإمام بيقول، اهو ابن تيمية بيقول، ما تكلمهمش ما تعيدش عليهم. صحيح. فاحنا لازم نوجهه فكريا ونطور هذه المناهج ونوضح لهم الطريق. صحيح. طيب ازاي بقى نطور فكريا، وازاي ان احنا نوضح الطريق، وازاي ان احنا نبقى عندنا توعيه من خلال الاعلام، من خلال المدارس، من خلال الجامعات، من خلال الازهر الشريف، من خلال جميع المؤسسات اللي ممكن نستخدمها؟ نبتدي منين برضه؟ نبتدي بالداعيه الى الله. اي داعي الى الله، ومن نصب نفسه مكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ننصحه بانه يقرا كثيرا ويقرا في كل مناحي الحياه. سيدي الفاضل، كيف يكون هذا داعية ومفتي ويفتي الناس وهو يعيش في برج عاج وينظر إلى الناس من زجاج لا يراهم ولا يرونهم؟ هيفتي الناس إزاي؟ لابد أن يعايش الناس، يعيش معاهم، يعيش معاهم ويحس بألمهم وأملهم يشعر بها. فلا بد أن هو يبدأ من الداعية. الداعية يقرأ كثيرا في كل مناحي الحياة، في جانب الاقتصاد يقرأ، في جانب الطب يقرأ، في جانب الاجتماعيات يقرأ، عشان لما يجي حد يتثقف. لابد من الثقافة أولا، عشان لما يتثقف في كل مناحي الحياة هيعرف يجاوب الناس، ولما يجاوب الناس يجاوبهم على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. ويكون عنده حكمة، ما يكونش أرعن، ما يكونش متشدد، ما يكونش بيتسرع في فتوى أمام الآخرين، عنده حكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويحس بمشاكل الناس عشان يعرف يحل هذه المشاكل. يعني الداعية إلى الله لو دخل له مشكلة
وما يعرفش المشكلة دي بتتكلم عن ايه، هيجدد ويطور نفسه ازاي، وهيجدد الناس فكرهم ازاي، ده هو اصلا ما يعرفش عن المشكلة شيء. فده عجز امام تجديد الخطاب الديني، والمفروض ان الآلية دي هي المفروض تكون في المقام الاول، ان يقرأ كثيرا، ايضا يكون واعيا، فلا يخاطب المدني كما يخاطب بتاع اهل القرى، كما يخاطب ايوه عارف بيتكلم كل واحد بخطابه او برساله معينه يقدر يفهمها. انا لو دخلت مسجد حاليا وفيه نسبه مثقفه كبيره من المثقفين مثلا، هل ينفع اقول لهم بالفلاح بقى وقلنا وقالوا خلي بالك اصل احنا قاعدين على كذا وجالنا كذا؟ لا ابدا، لابد ان ارتقي لفكرهم بلغتهم. طب رحت في مكان فيه اهل حرف، اكلمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه، ويكلمهم ان وهكذا. عايز ارجع للنقطه دي تاني بس بحضرتك تخلص، هنرجع لها لانها مهمه جدا. وكذلك لو في محضر تجار يقول لهم يا ايها التجار انكم ستبعثون يوم القيامه فجار ان لم تتقوا الله، فلا غلاء على الناس ولا تغلوا على الناس، ما تحتكروش اكوات الناس، يخاطبهم بما يتناسب ويتناغب مع بيئتهم. صحيح. صحيح. عشان خاطر يوجه رساله لهم قويه ويتعلموا منه. تمام. يمكن عشان الوقت بيجري بسرعه عايز الحق، انا يمكن في الانترو قلت الصحه والستر، يا رب الصحه والستر. الصحه عشان الواحد يبقى عنده يعني طاقه ان هو يسعى، يسعى عشان لقمة العيش، يسعى عشان يخدم دينه، يسعى عشان خاطر يخدم وطنه. السعي، الحركة، تحرك الشباب، ما اقعدش قاعد مستني القوى العاملة تشغلني، ان انا انزل اشتغل. شفت شباب زي الورد دكتور محسن بيشيل رملة ويطلع بيها ثلاث ادوار، وناس في جامعات هتتخض لو قلت لك اسم الجامعة. بقول له بتعمل كده ليه؟ بيقول لي عشان خاطر اساعد والدي، عشان اشتغل بعرقي جبيني، عشان ما استناش حد يعمل لي حاجة، انا بشتغل. السعي، اهمية السعي من وجهة نظرك. السعي يعني شيء جميل جدا، ان احنا نبني الاوطان، نبني مجدا، نرفع عزا. انا هخاطبهم بلغه البسطاء من الشعراء، ويعني هخاطبهم بحاجه بسيطه جدا، اقول لهم شباب النيل جدوا كي تعيدوا مجدا للاباء كان ومضى، شباب النيل هنا جدي مضى صوب المعالي على الرمداء اقداما ورقدا، هنا النيل استضاف بشاطئيه حضارتنا ففاضت فيه فيضة، فأمسى الماء ترياقا لتشفى، بأمر الله أمراض ومرضى، وجاء الناس يستسقون منه، وصار النيل للتاريخ حوضا، شباب النيل جد كي تعيدوا مجدا للآباء كان ومضى، بوحدتنا كمصريين نسمو، مسلم ومسيحي وصفحة قلبنا كالطهر بيضة، بنا يا شباب مصر، بنا يا مصر تخضر الصحاري إذا ما صار حب الأرض فرضا. الله. فلو أنا حبيت الأرض هشتغل وهسعى، فاسعوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. الإنسان بلا عمل، أنا في خلدات نفسي إنسان بلا هدف ولا قيمة. صحيح. إنسان لا كرم له. أنت حضرتك قلت في ناس بتطلع تشتغل، تم في نساء بتسعى جاهدة. صحيح. ودخلوا ميادين العمل وأثبتوا من أول بقات الخضروات لحد الوزيرة وأنا بحييك قوي قوي يا أستاذنا الجليل أستاذ حاتم، لأن أنت ذكرت في الفقرة الأولى بائعة الخضار، ده لها منا كامل الاحترام والتقدير، هي الأم طبعا، وخرجت من أجل السعي على أولادها، ومن أجل السعي على أن لا تمد يدها للناس. صحيح. يعني لو مدت يدها للناس هي تنفر من ذلك، فخرجت وسعت وعملت عشان خاطر تطعم أولادها وعائلتها. فده عندنا فخر ووسام، وأنا بحيي حضرتك اللي ذكرت كل طوائف المجتمع، السواق وبيعة الخضر والخادم. الخادم ده له حق عندنا، حق كبير جدا. للأسف بعض من يعملون في بعض الشركات والمؤسسات والمصانع، صاحب المصنع بيتعامل معاه بقسوة. الواجب علي أنا كتجديد الخطاب الديني أقول له أنت غلط ومش صح، والصح أنك تتعامل بروح الأب. صح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم إخوانكم، خلي بالك من الحديث، هم إخوانكم مين اللي شغالين تحت إيدكم؟ هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، ومن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق. صحيح. فإن كلفه فليعين. فده شيء كويس ان احنا نوضحه النهارده، وخاصة ان احنا بنتكلم عن تغيير الخطاب الديني، وبقول لكل الناس اسعوا واجتهدوا من اجل بناء مصر، ومصر ان شاء الله تصير خير الامم ان شاء الله.
بشكرك شكرا جزيلا دكتور محسن ابو النيل شيخنا من علماء الازهر. بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا واستفدنا من كلامك الجميل. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني مع المنشد احمد العفاسي وفقره الانشاد الدين.